يا هلا وسهلا ويا ما كنتم متابعي قناه السعوديه، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقه جديده من السعوديه. موعدنا معكم ثابت ويتجدد كل جمعه وسبت، نقدم العديد من المواضيع المتفرقه والمختلفه. في ثنايا هذه الحلقه أنا زوجي كتير وهي سعد مساكن. يا هلا وسهلا عبد العزيز، سعد مساك، ونقول لكم مساكم كل الخير والسعادة والجمال. مثل ما قال لكم عبد العزيز، عندنا كثير من المواضيع والفقرات اللي بإذن الله حتستمتعوا فيها. طبعا ما ننسى نقول لكم اشتقنا لكم على مدار أسبوع، وحشتونا، وبإذن الله أنكم حتستمتعوا بكل لحظة معانا. وما نطول عليكم، نشوف أبرز عناويننا ومواضيعنا لليوم. على متن السحاب، قمم السودة وجهة فاخرة لسياحة جبلية. والعالم الافتراضي يستقبل معرض تفاعلي بصناعة سعودية. وفي صحة حياتي، هل تأثر طول الإنسان بالزيادة أو النقصان بالجينات والأغذية؟ إذن كانت هذه أبرز مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. الآن نتابع أبرز ما جاء في المشهد السعودي من أخبار الأسبوع الماضي. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير المخطط العام لمشروع قمم السودة. مجلس الوزراء يرحب بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لمحمية عروق بني معارض على لائحتها للتراث العالمي. سمو وزير الثقافة يعلن زيادة نسبة دعم التوظيف في 160 مهنة ثقافية إلى 50% بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي. هيئة الإحصاء، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان عند 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2023. الصندوق العقاري يودع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر سبتمبر 2023. الصين تعتمد المملكة وجهة سياحية رئيسية للسياح من الصين. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق مشروع المواصفة الفنية لعرض اسم الجهة للطرف المتصل به اعتباراً من الأحد القادم. مستشفى التخصصي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت على مستوى العالم. المركز السعودي لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس أول جمعية مهنية للموسيقى ومقرها الرياض. سدايا تطلق رادار البيانات والذكاء الاصطناعي التفاعلي لرصد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى نضجها في العالم. الكرنفالات الرائعة واللي دائما ننتظرها كل سنة، بالتحديد كان يوم 28 سبتمبر. نتكلم عن الملتقى الملهم لكل ثقافات الشعوب وتلاقح الأفكار والتعارف وتبادل الفنون وكثير من المنشورات والمكتبات وغيرها. يا عبد العزيز، في معرض الرياض الدولي، احنا نتكلم عن معرض الرياض الدولي، هو طبعا أكبر معرض في السعودية هالسنة. يعني فيه مفاجآت جديدة، من ضمن المفاجآت الموجودة في معرض الكتاب هي تخصيص جزء
من المعرض للأطفال، فراح يكون في مسابقة للإلقاء الشعري للأطفال. يسلام. حيكون في جناح أوكي. كبير للأطفال. حلو. طبعا في أكثر من 1800 دار نشر، وهذا عدد كبير يعني، في أكثر من 32 دولة. الجدير بالذكر في أنه في هذا المعرض السنة هذه أنه سلطنة عمان ستحل ضيفة على هذا المعرض كضيف شرف. طبعا عمان تعتبر من الدول المهتمة دائما بالإثراء الثقافي، المشهد الثقافي عندهم متنوع، وهذا المعرض فرصة كبيرة مواتية في كل عام لتبادل النقل المعرفي، تبادل كثير من الثقافات، إثراء المشهد الثقافي عندنا بالسعودية. أيضا من ضمن المفاجآت في هذا المعرض هذه السنة أنه حيكون في دور أكثر من، أعتقد عشان ما أجيب من كيسي، أعتقد أنه فوق 100 دار نشر فرنسية على ما أعتقد. جميل. معرض الرياض الدولي للكتاب يا جماعة، لا تستنون أحد يقول لكم إيش ميزاته، بالذات معرض الرياض الدولي لا يمكن تكتشفه إلا إذا دخلت أرض المعرض. حتشوف أشياء استحداثية، أشياء امتازت عام عن عام، أشياء تغيرت، لا من ناحية الثقافية الورقية، لا من ريحة الكتب، لا من الفعاليات اللي تكون موجودة اللي إحنا أحيانا نحتاجها. صح. كتطبيقية وتنفيذية. صح. ما أنسى بعد في نقطة مهمة لازم نقولها، أنه عادة المعرض اللي يحضني الأول بدأ من جامعة الملك سعود، ومن قبل يمكن 5 عقود الآن يرجع لي حضن جامعة الملك سعود من جديد. طبعا احنا نقول لكم لازم تزوروا. طبعا انت ما شاء الله عليك نوها من النوع اللي سنويا لازم معرض الكتاب تزوره، وبعدين ما يكفيك يوم اعتقد يومين. لا ما يكفي لانه مساحة ما شاء الله بالضبط. كبيرة. اي. فاذا انت مهتم بهذا الموضوع يبغالك. تعرف عبد العزيز تأكيدا لكلامك انك اصلا لما توقف عند دار نشر او توقف لاي حدث معين ترى لازم تاخذ وقتك فيه. ما في شيء اسمه تدور وتاخذ كتب بس، لا لازم تتمعن، تقرأ، تكتشف الهام من نوع اخر. يا جماعة الموضوع مو مرتبط في الكتب فقط، تشوفوا تنوع الثقافات، التواجد، الجنسيات من جميع دول العالم، حتشوفوا أشياء فعلا ما كانت موجودة. ثقافتنا ما كانت موجودة، ما كانت موجودة اللي التنوع في الجنسيات الموجودين. ترى الآن صارت، لا كانوا صاروا يجون من مختلف أنحاء، يمكن خلينا نقول الوطن العربي بكافة يعني. بالضبط. وحتلاقوا كتابكم المفضلين، الناس اللي تقرون لهم تحبوا تسمعوا لهم دائما. طبعا احنا ما نطول عليكم، احنا حنستفتح اليوم من السعودية معرض الرياض الدولي للكتاب، واللي أصبح ترويج للثقافات حول العالم. عندنا مشوح المشوح، هاوي للتراث والمقتنيات التراثية، حضر بطريقة خاصة في معرض الكتاب بالزي النجدي، لبس الآباء والأجداد قبل 300 عام. خلونا نشوفه مع زميلنا سلمان السليس. هنا في معرض الرياض الدولي للكتاب، العم مشوح متباهي ومتفاخرا بتاريخ أبائه وأجداده، مرتديا لباسهم ومترجما لحياتهم التي كانوا يعيشونها، ناقلها حتى نقلها لأجيال المستقبل. أنا جاي نعرض لباس النجدي اللي أنا أدركت جزء منه، كان جدي الله يغفر له يرحمه يلبسه وأجدادنا يلبسونه، فنفتخر بالزي حقهم الله يغفر له يرحمه، وواجب علينا أن نبرزه للأجيال القادمة يعرفون شلون كانوا أهلنا يلبسون. وصراحة أشعر بالفخر والاعتزاز أني أعرض هذا اللباس أمامهم، وكذلك للإفادة بما لدينا من معلومات متواضعة بخصوص الدرعية وبخصوص الدولة السعودية الأولى. شدت شخصية العم مشوح زوار المعرض حتى أصبح السؤال المتكرر، ما هو هذا اللباس؟ الساحلي من أول هو اللباس للرجال والنساء فقط، النساء يصبغونه قشور الرمان يسمونها قروف، يصبغونه لين يصير بني، فيتقاسمون الطاقة الرجال والنساء. الحريم يتغير لون القماش إلى بني ما يصير سكري مثل هذا، والمجند كامل أول ضروري لي عشان يحطوا فيها الرصاص ويصيرون جاهزين دائما، لأن في ظل انعدام الأمن الحمد لله الأمن الذي نعيشه
كان عندهم انعدام للأمن فلا بد الواحد يشيل معها السلاح والرصاص، فيضطر يشيل مجند ويحط فيها الرصاص. من لعبة أثرية في سن الخامسة جعلت العم مشوح من كبار المهتمين والمقتنين للتراث والأشياء القديمة. أول قطعة فعلاً يعني جمعتها عمري 5 سنين، يعني لي 70 سنة الآن أمارس هالهواية. هنا العم مشوح متفاخراً ومتباهي بما يقدمه للزوار في معرض الكتاب الدولي. وعوداً على بدء وفي نفس السياق، ما زلنا نتحدث عن معرض الكتاب، حيث انطلقت بالأمس فعاليات هذا المعرض، معرض الدولي، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار وجهة ملهمة في رحاب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، ويمتد حتى 7 أكتوبر المقبل. للمزيد يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف مدير عام النشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبد اللطيف الواصل. حياك الله دكتور عبد اللطيف. الله يحييك، أهلا وسهلا. أول شيء مبروك انطلاق هذا المعرض وافتتاح هذا المعرض الدولي للكتاب 2023. في البداية حدثنا عن بداية هذا المشروع وهذه الانطلاقة. الحمد لله برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة نسختها الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب العام 2023 بإشراف وزارة الثقافة تحت شعار وجهة ملهمة. نعم. انطلق أمس الخميس 28 سبتمبر يمتد حتى 7 أكتوبر المقبل في حرم جامعة الملك سعود. لا شك أن معرض الرياض الدولي للكتاب يعد واجهة مشرفة للثقافة السعودية ومحطة رئيسة في خريطة معرض الكتاب العربية. يسعى المعرض إلى إثراء المشهد الثقافي والارتقاء بجودة المعرفة وفق مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للثقافة. أدعو الجميع لاستغلال الفرصة والاستمتاع بالمعرض. جميل دكتور، شعار المعرض لهذا العام وجهة ملهمة، يعني كأنكم عارفين وش ارتباطنا بمعرض الرياض الدولي للكتاب. كيف اخترتوا الشعار؟ بناء على إيش؟ يعني حتى سلاسته وبساطته جدا جميلة. الحقيقة أن اختيار الشعار هو كان انطلاقة لتصميمنا، فمن بداية الفكرة كان تصميمنا يرتكز على أن يكون المعرض وجهة ملهمة، فاخترنا شعار وجهة ملهمة لكون زيارة المعرض الحالي معرض الرياض الدولي تشكل مثابة رحلة ملهمة حول العالم في مساحة واحدة تستكشف فيها روقتها الأفكار والكتب من ثقافات مختلفة، ولعل هذه الوجهة الملهمة تضيف قيمة ثقافية ومعرفية لزوار المعرض وتشجعهم على القراءة وتوسع مداركهم لتكون فعلا ملهمة لآلاف الزوار. جميل. الجدير بالذكر دكتور أنه سلطنة عمان تحل ضيفة شرف لهذه الدورة. يعني عمان تشترك مع السعودية دائما في الإثراء المعرفي، عندهم تنوع ثقافات مختلفة. لماذا اختيرت عمان في هذه السنة؟ سلطنة عمان هو المملكة تجمعهم الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، والمشاركة تعكس التبادل والتعاون الثقافي بين المملكة وسلطنة عمان. أعتقد أن مشاركة السلطنة في هذه السنة بجناح نوعي في قلب المعرض يحتضن كتب ومخطوطات وتمثيلات لمكنونات الثقافة الوطنية العمانية يشكل إضافة كبيرة لزوار المعرض، والإضافة إلى حضور العديد من رموز الثقافة العمانية في أرجاء المعرض ومشاركة المواهب والمبدعين العمانيين في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، بالإضافة أيضا إلى حضور دور نشر عمانية تستعرض آخر إصدارات والعناوين لأكثر من 1 مليون زائر مرتقب. أدعو الجميع صراحة لزيارة الجناح السلطنة العماني والاستمتاع بما يقدمه المعروض. جميل دكتور، ودنا نتعرف على عدد دور النشر المشاركة ومساحة المعرض لها العام. طبعا احنا السنه هذا في مكان جديد في جامعه الملك سعود، هو جديد قديم، يعني المعرض يعود الى بداياته في الجامعه. المساحه المعرض الحاليه اكثر من 53,000 متر، يشارك فيها اكثر من 1800 دار نشر موزعه على 800 جناح من اكثر من 32 دوله. طيب خلينا نتكلم يا دكتور عن موضوع الدعوات. يعني هذا المعرض تحديدا او هذه النسخه جعلتهم بدون دعوات بلا تذاكر، ما هو السبب؟ طيب احنا
من انطلاقة أول معرض تحت تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، تركيزنا الأساسي على تجربة الزائر وكيف نعمل تجربة زائر مميزة لزائر معرض الكتاب. فهذه السنة لتحسين تجربة الزائر، تسهيل عملية الدخول، ارتعينا جعل المعرض في متناول الجميع في أي وقت ومن أي مكان، فلا حاجة للدعوات ولا حاجة للتذاكر. المعرض مفتوح يوميا من الساعة 11 صباحا حتى منتصف الليل، يوم الجمعة من الثانية مساء حتى 12 منتصف الليل. جميل. طيب أنا عندي سؤال أخير وقد تكون ملاحظة، ويعني أنتم يعني أهل مكة أدرى بشعبها، أنتم أبخص، لكن ألا تعتقد يعني دكتور عبد اللطيف، طبعا إحنا دائما متعودين بأنه معرض الرياض الدولي هو معرض يكتظ بعدد كبير من الزوار من مختلف الدول العربية، ألا تعتقد بأنه 10 أيام غير كافية؟ الحقيقة أنه طلبات تمديد المعرض تأتينا بشكل سنوي، لكن بالمقارنات المرجعية للمعارض الدول في المنطقة والعالم 10 أيام هي المعيار يمكن الأمثل لمثل هذا النوع من المعارض. واحد أنه فرصة لأنه الجميع يجتمع فيه تحت سقف واحد، كثير من تبادل الآراء ومقابلة المثقفين، إذا كان الوقت محدود يسمح للعالم للناس أن تقابل بعضها في أروقات المعرض. فإحنا نعتقد أنه 10 أيام في معرض الرياض الدولي كافية، مع أنه أحيانا يصير في تمديد دكتور، صحيح؟ في النسخ الماضية أعتقد في نسخة قديمة جدا صار في تمديد لمدة 3 أيام و4 أيام قبل يمكن 15 سنة، لكن ما أذكر شيء قريب يعني. كل الشكر لك الدكتور عبد اللطيف الواصر، مدير عام النشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة. هذه البداية، فاصل وراجعين لكم. حياكم الله من جديد، ومن الشأن الثقافي إلى الشأن السياحي، حيث أطلق سمو ولي العهد مشروع قمم السودة في منطقة عسير، والتي ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وستهتم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي ودعم النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للسعوديين والمقيمين والزائرين. الحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ ناصر الحامد، وكيل شيخ شمل قبائل علكم عسير. حياك الله. يا مرحبا. يعني مخطط المشروع ركز بأن تكون هوية عسير العمرانية حاضرة في رسومات المخطط، مما يجعل السائح يعيش نفس التجربة نفس الثقافة. كيف ترى؟ أولا شكرا. بالنسبة للهوية العمرانية، اعتمد المخطط العام لمشروع قمم السودة في تصاميم على الهوية العمرانية المحلية كما شاهدنا جميعا. وحقيقة لا أضيع سرا إذا ذكرت لك أنه في أحد مجالس سمو أمير منطقة عسير حفظه الله ذكر بأن المخطط العام للمشروع عرض على سمو ولي العهد حفظه الله من قبل الشركات العالمية في هذا المجال. وكانت ملاحظته مباشرة بأن هذه المخططات لا تتضمن على الهوية العمرانية للمنطقة وبما يتوافق مع ثقافتها وتراثها، ووجه حفظه الله بإعادة تصاميم المخطط بما يتوافق مع الهوية العمرانية للمنطقة وبما يتوافق مع ثقافتها وتراثها، وهذا ما تم ولله الحمد. جميل. لما نتكلم عن مشروع قمم السودة، احنا عارفين انه حيساهم في جعل عسير على وجه الخصوص والمملكة بصفة عامة وجهة سياحية عالمية، واحد ركائزها الثقافة والتراث اللي تفردت فيه المنطقة وتميزت فيه. كيف نقدر نتكلم عنها؟ حقيقة انه العمق الثقافي والتراث الفريد والموروث الشعبي وكرم الضيافة العربية والتي هي من أصالة المجتمع في منطقة عسير، إذا أضفنا لها الضيافة الفاخرة والسياحة الفاخرة والترفيه والمغامرات الرياضية المثيرة وتجربة معيشية غير مسبوقة، وذلك في وسط طبيعة ساحرة، فلا يسع المتأمل إلا استعراض ما صرح به سمو ولي العهد حفظه الله وبما نصه، سيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال قمم السودة والتعرف على تراثها الفريد
وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف وخوض تجارب لا تنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب. نعم. طيب أستاذ ناصر، يعني لا أخفيك قبل ما تطلع معنا على الهواء كنت أسولف أنا والزملاء هنا مجموعة من المصورين وأسولف مع زميلتي نهى بأنه قلما تجد شخص ما راح السودة. أعتقد بأنه هذا المشروع بإذن الله راح يخلي السودة وجهة عالمية لأنها تتمتع بطبيعة خلابة جدا. أعطينا نبذة للي ما راح السودة عن موقع السودة، أبرز مميزاتها، أهم المعالم اللي ممكن تجذب الزائرين بعد نهاية هذا المشروع. حقيقة موقع السودة الجغرافي شمال غرب مدينة أبها وعلى ارتفاع 3015 متر عن سطح البحر، وتبعد عن مدينة أبها 20 كيلو متر فقط، وتتميز جبالها بأنها تكتسي بشجر العرعب بكثرة، إضافة إلى مساحات الخضراء الشاسعة وكذلك تنوع بيئي كبير. والطقس فيها في فصل الصيف بارد ممطر صيفا، وبالمناسبة هذا كان شعار موسم صيف عسير 2023 الذي أطلقه سمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة التطوير الأمير تركي بن طلال. ومعدل هطول الأمطار في السودة يعتبر الأعلى على مستوى المملكة، ويصاحب ذلك تساقط الثلوج. وفي فصل الصيف فصل الشتاء تصل درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية، وأغلب شهور السنة تكتسي جبال السودة بالسحاب والضباب مما يزيدها جمالا وروعة. وحقيقة من أهم المحاصيل الزراعية في السودة القمح البر والذي يعتمد على ريه من الأمطار فقط. بالنسبة لأهم معالم قرى السودة، هناك قرى تراثية حقيقة تحكي قصة الإنسان والمكان، ولا شك بأنها ستكون محط اهتمام شركة السودة للتطوير لإعادة تأهيلها. بالإضافة أنه باتجاه السفوح الغربية وباتجاه رجال ألمع توجد مزارع البن ومزارع الموز ومناحل العسل وحقول النباتات العطرية، وهذه الأماكن جميعا ستكون ضمن تجربة الزائر لمشروع قمم السودة. اللهم زد وبارك، ما شاء الله كل المميزات، ما شاء الله تبارك الله. كل الشكر لك أكيد ضيفنا الأستاذ ناصر آل حامد كان معنا هاتفيا. على متن السحاب فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية وفي قلب طبيعة آسرة، مفهوم جديد للسياحة الجبلية الفاخرة، وجهة ترحب بزوارها وتحتفي بهم وتمنحهم الرفاهية والتجارب الغامرة، وجهة تلهمك بأسلوبها مزيج من الجمال والفخامة، فنادق ووحدات سكنية فاخرة تحيطها أرقى المطاعم والمتاجر العالمية، وملعب للغولف تحيطه قمم الجبال والغيوم، في قمة تطل على بحر السحاب سيطلق عشاق الإثارة العنان لشغفهم في المغامرات والرياضات الجبلية نحو صناعة ذكريات لا تنسى، وبهدوء واستجمام في أحضان الطبيعة الخلابة بأجوائها المثالية وإطلالاتها على غابات أشجار العرعر، قصور ووحدات سكنية فاخرة بخصوصية عالية، ومنتجعات صحية ومراكز لليوغا لتنعم بلحظات هادئة، وفي أوديتها ستبهرك المدرجات الزراعية بجمالها وتأخذك في رحلة ريفية لا تنسى لتستمتع بتذوق أطباقها المحلية في حقول زراعية تنتعش برائحة البن ومذاق القهوة والعسل المحلي، وحيث تلتقي الأجيال لتعبر عن أصالة المكان ينتشر عبق الورد وعراقة التراب، كنوز ثقافية تدعوك لخوض تجربة فريدة وللحياة البرية جاذبيتها، لحظات مميزة لمحبي الرياضات الخارجية وركوب الخيل والدراجات الجبلية وسط مسارات مثيرة تحتفي بالتنوع الطبيعي. قمم السودة وجهة جبلية سياحية فاخرة على متن السحاب.
ما زلنا نتحدث عن مشروع قمم السودة، ونفس في نفس السياق نستضيف في الاستديو الأستاذ فيصل الدخيل، محاضر وباحث في القطاع السياحي. حياك الله أستاذ فيصل. الله يحييك. أهلا وسهلا. يعني خلينا نكبر المشهد شوي. احنا نتكلم عن مشاريع متسارعة بعد رؤية المملكة 2030، مشاريع متسارعة فيما يخص موضوع السياحة. الأفكار تزدحم عندما تفكر في المشاريع المتناثرة في المملكة العربية السعودية. كلمنا عن هذه المشاريع المستقبلية، كيف كانت السياحة عندنا سابقا وكيف كانت كيف أصبحت الآن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة التي تتيح لي التحدث أمام المشاهدين بشكل مباشر في هذه المناسبة الجميلة. حاب أجاوب على سؤالك من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول على الصعيد المؤسسي والجهود الحكومية، وين كانت المملكة العربية السعودية وأين أصبحت؟ وفي المحور الثاني أود أن أجاوب عن أين كانت المملكة العربية، سياحة المملكة العربية السعودية في الخارطة الدولية، وأين هي الآن وأين هي متجهة؟ وفي المحور الثالث ما هو أو ما وش كان وضع السياحة المحلية في السابق وأين هي الآن؟ على الصعيد الحكومي أنشئت الهيئة، كان اسمها الهيئة العامة للسياحة والهيئة العليا للسياحة في أبريل 16 عام 2000 ميلادي، وتطورت إلى أن أصبحت وزارة السياحة في عام 2020، فبالتالي عمرها ما يتجاوز 23 سنة، فتعتبر مدة قصيرة مقارنة بالدول المتقدمة سياحيا. ولما نشوف وين كانت خارطة، وين كانت المملكة العربية السعودية وسياحة المملكة العربية السعودية في خارطة العالم، كانت المملكة العربية السعودية مغلقة باستثناء السياح القادمين أو الزوار القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وأيضا هنالك قسم بسيط كانوا يأتون لزيارة أقاربهم الأجانب، وأغلبهم داخلية، يعني سياحة داخلية تعتبر. بجيك للداخلية أنا، بس بجي على الحين الخارجية، كنا مغلقين بس باستثناء المسلمين الذين يأتون لأداء مناسك الحج والعمرة. فبالتالي عندما رأت حكومة المملكة العربية السعودية أن هنالك فرصة كبيرة لأننا نفتح السياحة للعالم، في سبتمبر 2019 فتحنا أبوابنا للعالم، وعندما فتحنا أبوابنا لم نبدأ من الصفر، بل بدأنا من حيث انتهى الآخرون، من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل العقول والمدراء التنفيذيين الذين يرأسون هذه المشاريع الكبيرة، وابتعاث وإرسال الطلاب الذين يدرسون في هذه المجالات إلى أفضل الجامعات في العالم، وبالإضافة إلى الشراكة مع أقوى وأهم المنظمات السياحية الدولية مثل الـ UNWTO والـ WTTC. جميل. طيب أستاذ فيصل، خلينا نتكلم الآن عن النقلة اللي قاعدين نعيش فيها. إحنا ما نعتبر نفسنا صراحة مرينا بمرحلة، إحنا مرينا بنقلة مفاجئة شفنا فيها تغييرات على مستوى عالمي، ما احتجنا أن إحنا نراكم خبرة عشان نعيش الوضع اللي إحنا عايشينه بالضبط. فإحنا كأننا كنا مخزنين شيء من المقومات والبنية التحتية القوية طلعناها للعالم بشكل مفاجئ. كيف نقدر نتكلم عن هالمرحلة مع هالتغيير مقارنة بدول العالم؟ طبعا افضل 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 جواب لهذا السؤال هو انه في قوائم او منظمات عالمية تقيس التقدم لدى الدول من خلال هذه التقارير التي تنشر السنوية، خصوصا من منظمات السياحة العالمية اللي ذكرناها الـ UNWTO والـ WTTC. فأهمية المملكة العربية السعودية في القطاع السياحي العالمي يمكن ان تراه من خلال رؤية هذه المنظمات العالمية لجدية المملكة العربية السعودية في استثمار في القطاع السياحي. أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط هو في المملكة العربية السعودية، وفتح قريبا. يعني إذا نبغى نعرف حجم الاستثمار في المملكة العربية السعودية لقطاع السياحة، 800 مليار دولار سوف تصرف على العشر سنين القادمة. هذا طبعا يعني بشهادة وزراء السياحة العالمين والخبراء السياحة العالمين، يقولون لم نشهد يعني دولة تستثمر بهذا الحجم وبهذه السرعة
مثل المملكة العربية. طيب احنا شفنا لقاء سمو ولي العهد الأخير تحدث عن زيادة في نسبة عدد نمو الموارد الاقتصادية فيما يخص السياحة زين، وتكلم عن عدد السياح بأنه بازدياد والنسبة زادت وما زال هناك هدف لرفع النسبة. خلينا نتكلم عن مشروع قمة السودة، كيف سيساهم هذا المشروع مستقبلا في استقطاب العديد من السياح وزيادة أيضا الموارد الاقتصادية؟ رؤيتك المستقبل في خصوص هذا المشروع. بس أرجع على النقطة اللي ذكرتها في البداية، نحن الآن وصلنا في ثاني كثانية دولة في نسبة نمو عدد السياح من سنة سنة. في الربع الأول فقط من عام 23 استقبلنا 7.8 حوالي 8 مليون سائح، وبهذا حصلنا على المركز الثاني. فنحن زي ما ذكرت في البداية نحن نقفز عشرات المراكز، كان ترتيب يعني تقريبا قفزنا 12 مركز في هذا المؤشر. طيب جوابا على سؤال موضوع مشروع قمم السودة، مشروع قمم السودة هو مشروع منبثق من هيئة تطوير عسير بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبقيادة أمير عسير صاحب سمو الملك الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. هذه الاستراتيجية بدأت في عام 1439، يعني ما لهم تقريبا 5 سنين، تقريبا لهم 5 سنين، وسوف يصرف على منطقة عسير 3 مليار أتوقع، 50 مليار في هذه الاستراتيجية الكاملة. أوكي. استراتيجية لتطوير منطقة عسير يعني. الاستراتيجية الكاملة سيصرف قمة السودة 3 مليار. بنجي هنا أنه في منطقة عسير سيصرف 50 مليار دولار لتطوير هذه المنطقة، وبالتالي منطقة عسير الاستراتيجية تبعها مرتكزة على قطاع السياحة، فراح توجه كثير من هذه الموارد إلى قطاع السياحة. جميل. أستاذ فيصل، العسير سبحان الله بالذات عسير اللي يدقق فيها الله حباها بنعم عظيمة، يعني تتكلم عن الأرض الزراعية، تتكلم عن الكوادر الشابة، تتكلم عن الصناعة والناتج المحلي. كيف الواحد يقدر يطالع لمشروع ضخم أو خلينا نقول مشاريع ضخمة في منطقة عسير كحراك اقتصادي قوي، ناهيك عن المستثمر الأجنبي والخارجي اللي ممكن يجي حتى؟ مثل ما ذكرت استراتيجية تطوير عسير اسمها قمم وشيم، هما هذا البرنامج قمم وشيم، من قمم مأخوذة من الطبيعة الخلابة، وأعلى قمة موجودة في المملكة العربية السعودية توجد في جبل السودة بارتفاع 3000 متر عن سطح البحر، وأيضا 60% من الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية يوجد في منطقة عسير. يعني يجب أن نلتفت لهذه المنطقة سياحيا، ونعم وهي ليست فقط غابات وجبال كما يعتقد البعض، كما ذكر ضيفنا العزيز الأستاذ ناصر الحماد كثير من المزايا التي تتمتع بها، فهي تتميز بعدة وجهات سياحية، بس أهمها زي ما ذكرنا الغابات الجبال التي تتمتع بها. طيب أنت بحكم أنك متخصص في موضوع السياحة، يعني من ضمن الأشياء الجميلة أن المشروع راح يكون يحمل نفس الهوية، هوية منطقة عسير في الرسومات وفي المباني وفي العمران، ليعكس نفس الهوية المنطقة نفسها. أنت مع هذا الموضوع بأن تكون كل المشروع بنفس الصيغة بنفس الرسومات، أو أن يكون في اختلاف وتنوع ثقافي لمختلف مناطق المملكة؟ سؤال جميل جدا. أنا يعني اتجاهات السياحة العالمية هي اتجاه إنه العالم رأى كثير من السياح خارج العالم رأوا كثير من الوجهات، لكن نحن نتميز بما يسمونه بالإنجليزي الأوثنتيسيتي، أي النوعية التي لدينا ونريد أن نقدمها للعالم. فوجهة عسير أو الأصالة اللي موجودة في عسير هي التي أعتقد أنه يسوقون لها، راح تكون الداعم الأول للتسويق لهذه المنطقة. يعني أنت مع أنه ثقافة المنطقة لازم تكون موجودة في كل مشروع؟ بلا شك. وهذا من الأشياء اللي تخص في ذهن الزائر، أنه أنا بعرف عسير مثلا من أشكالها، حتى لو بكرة أنا طلعت من عسير يعني بشوف بعض المنتجات اللي أنا بدرك فيها أن هذا الشيء من عسير، وهذا من أهدافنا. نعم، الطعام اللي موجود بيسمونه كولينيري توريزم، اللي هو الناس اللي تذهب لتسافر اللي تتذوق الأطعمة اللي موجودة في هذا المنطقة. الطعام اللي هناك صدقني الواحد يروح هناك يرجع 10 كيلو زي الحلاوة، ما فيها كلام. صح ولا لا؟ صحيح. من ألذ الأطباق اللي ممكن تدوقها من خلال طعام
منطقة أناس موجودين في منطقة، تستطيع أن تتعرف على طبيعتهم، على تاريخهم، تستطيع أن تتعرف صحيح. على أشياء كثير بس من خلال طعم، لأن تعرف الأكل اللي موجود هو مأخوذ من البيئة اللي موجودة عندهم صحيح. خصوصا إذا كانت هذه الأطباق ومن منتجاتهم بعد أطباق ومنتجاتهم صحيح. وحتكون مميزة فريدة جدا لأنها فرش من الأرض نفسها. أنا عبد العزيز مرة رحنا غطينا دقنا العنب إلى يومك هذا ما إحنا قادرين العنب. لا ترى العنب ذاك جاي من بالأحمر أيوة يعني فرش حاجة حط العنب بالطائم إن شاء الله نسميه حماط ها مو بتين نسميه حماط بالجنوب ها التين والتين الشوكي يعني تحس إنه فعلا من ما في كيماويات ما في فيها ما في مواد حافظة ما في شيء. هذا المشروع السياحي راح يساعد أصحاب المنشآت التجارية والمزارعين وكل من له علاقة في قطاع السياحة، لأن قطاع السياحة قطاع خدمي، هو من أكثر القطاعات بالعالم التي تخدم قطاعات أخرى صحيح، لأنه يحرك الاقتصاد بهذا، يحرك المطاعم، يحرك الأشخاص اللي عندهم حرف قوة الشراء كمان والوظائف ترى أستاذ والوظائف طبعا قطاع السياحة في آلاف الوظائف بعد هذا المشروع يوظف قطاع السياحة 1 من كل 10 في العالم ويسهم في 1% من يسهم ب10% من بمعدل الاقتصاد العالمي. نحن كنا قبل الرؤية 3% ورؤية سمو سيدي ولي العهد وصلنا إلى في عام 2022 إلى 4 إلى 5%، وفي آخر لقاء كان له في قناة فوكس نيوز ذكر أنه رح نصل إلى 7%. صح ما أخذنا الموضوع أي. كثير أستاذ فيصل الآن طبعا الهمم موجودة في كل شباب الوطن، شباب عسير بالذات إيش ينتظرهم؟ لا من رواد أعمال، لا من اللي يملكون الحرف المعينة، وعسير مليانة حرف مليانة ويعني حرف بالوراثة حتى، فإيش اللي ينتظرهم من مشاريع زي هذه المفروض تكون الفرصة العظيمة لهم؟ والله قطاع السياحة هو قطاع يعد جميع الأشخاص المنتمين إليه بالخير، خصوصا يعني من ناحية التوظيف وتنشيط النشاطات المرتبطة به. يعني خلينا نتكلم على مستوى التعليم، جامعة الملك خالد اللي موجودة في عسير الآن يعني هي كما ذكروا الناس القائمين على استراتيجية تطوير منطقة عسير إنها راح تتضمن التخصصات السياحية، فبالتالي يعني أنا أنصح أي شخص له رغبة في هذا التخصص ويرى أين الاتجاه اتجاه الحكومة ويرى الضخ الاقتصادي الذي سينصف الحكومة، فبالتالي يعني كل الفرص أمامه هو بس يتوكل على الله بالفعل. يعني ختاما يعني احنا نقول انه زمان كنا لما نروح الباحة ولا نروح أبها ولا نروح الطائف ولا الأماكن السياحية عند فرسان عندك منطقة واعتقد راح يعاد النظر فيها، كنا ننتظر هذه الثورة السياحية صراحة لانه ما ينقصنا شيء، عندنا مناظر عندنا، لكن كنا ننتظر هذه الانتفاضة وحنشوفها ان شاء الله على ارض الواقع. نحن نراها الآن بشكل يعني تدريجي، نرى هذه بعينه، وممكن يعني حتى جزر البحر الأحمر فتحوا أول ريزورت، فتحوا المطار، أول رحلة قم بها صارت أول رحلة في مطار البحر الأحمر، أتوقع وجهة البحر الأحمر يعني سوف يرى الناس حجم التغيير في السياحة في المملكة العربية السعودية وباقي المشاريع أيضا. في يوم السياحة العالمي قبل أمس اللي استضافته المملكة العربية السعودية ذكر معالي أحمد الخطيب وزير السياحة أنه راح تقام أكبر كلية للسياحة بالعالم في منطقة القدية في الرياض، وهي ما يعني قطاع السياحة زي ما قلنا هو يسهم في التعليم. إحنا موعودين إن شاء الله جميع ولا بعيد يعني 2027 راح تنتهي المرحلة الأولى من مشروع قمم السودة. شكرا لك ضيفنا في الاستوديو محاضر وباحث في القطاع السياحي الأستاذ فيصل الدخيل. لا تروح بعيد، فاصل قصير راجعين. في أشياء كثيرة وإحنا صغار كنا نسمعها، خصوصا يعني إذا الأم حرصت عليك أو الأب، لكن غالبا الأم لما نكبر نفكر أنها أشياء مش صحيحة، مع أنه في أبحاث أثبتت صحتها وضد ما احنا نفكر فيه. يعني من ضمن الاشياء يا عبد العزيز اللي دائما تجينا انه مثلا
اشربوا الحليب عشان الطولون، كله كويس عشان يصير تفكيرك كويس، بالذات في موضوع الطول لا تصيرين قصيرة، هو القصر جانا يعني، بس انه لا تصيرين قصيرة، كلي واشربي عشان الطولين ومدري ايه. الغريب سبحان الله عبد العزيز كنا كنت لاحظته انه في ناس مع تقدم العمر يقصر كثر ما يمشي عادة. يمكن العكس المشاوير والله لا ما تشوفين بعض المسلسلات والافلام المصريه يقول لك من كثر ما تمشي تقصر. شوفي موضوع انه فعلا اهالينا الله يحفظهم ان شاء الله يحفظ لكم الجميع حريصين على موضوع التغذيه على اساس الطول والنمو والبنيه الجسمانيه وكذا، لكن انا اختلف في هذا الموضوع بانه الموضوع له علاقه بالجينات. يعني اذا كان ابوك وامك وخوالك وعمالك طوال حتكون طويل، اذا كان العكس حتكون قصير. والله لو تشرب كل يوم جيك حليب. انا عندي شوف الجينات تسيطر، لكن انا عندي برضو اعتقاد ثاني او ايمان ثاني انه اذا حياتك ماشيها بالشكل الصح انت تتغلب على الجينات. يعني اذا جيناتك مثلا انه العائله مثلا عندهم قصر القامه، لو تغذيت بشكل كويس حطول فجاه؟ مو حطول فجاه، يعني من النمو. منطقيا بعد. لا من النمو. من النمو يا عبد العزيز. التغذية نمط الحياة له علاقة؟ اي انا اتوقع نمط الحياة، انت لازم تتعرض للشمس، لازم تتحرك. طيب العكس ممكن الطويل يكسر؟ اي طيب ايش رايك ننطلق نروح للدكتور هو اللي يعطينا اعطي القوسه باريها؟ اكيد اعطي القوسه باريها. ترى ما فهمتها بسالك عنها بعدين. طبعا احنا اكيد لازم ينورنا كل اسبوع البروفيسور محمد الاحمدي استاذ فسيولوجيا الجهد البدني. حياك الله يا دكتور، نورتنا يا مرحبا. مرحبا مساء الخير. نعم مساء النور. يعني موضوع مهم في جدل كبير، شفت التساؤلات اللي طرحناها في بداية الموضوع، هل الموضوع له علاقة اللي هو طول القامة وقصر القامة له علاقة فقط بالجينات أو هناك عوامل خارجية تدخل في الموضوع؟ خلينا نختصر الموضوع هذا نهاء وعبد العزيز. 80% من محددات الطول تراها جينية، جيناتك مكاب. الآباء والأمهات والأجداد هم من يحددون طول الأشخاص 80%. إذن تبقى جينات. جينات الآباء والأمهات طوال يجيبون أبناء طوال، أمهات وآباء قصار يجيبون أبناء قصار، قاعدة. بمعنى ليش شعرك مو أشقر يا عبد العزيز؟ جيناتك. هل ممكن أولادك يعني ممكن أن نغير بلون العين؟ لون الشعر صعب لازم جداً. يكون في احد في العائله لو سابع جد. اذا جينات الجينات تحدد الطول بنسبه كبيره جدا، لكن تبقت 20% هذه هي التي تحدد متى يكون الشخص اطول او اقصر، هي التي تؤثر على ان الانسان يصل الى اقصى طول او لا. ال 20% منها شيء متعلق بالتغذيه، ماذا نأكل سوف يؤثر على ماذا الطول الذي سوف نصل إليه. بمعنى أطفالنا عندما يأكلون الطعام الغير صحي كيف سوف تنمو عظامهم؟ ترى العظام هي التي تعطي الطول الحقيقي للإنسان، العظام. إذن التغذية سوف تؤثر، التغذية السيئة تؤثر سلبا على طول قامة أطفالنا. إذن 20% عوامل خارجية. 20% عوامل خارجية، وأول عامل هي التغذية، ماذا نأكل؟ أطفالنا يجب أن يأكلون الطعام الصحي المتوازن لكي تحدث عملية النمو الصحيح لهم. طيب ماذا يأكلون؟ يجب أن يأكلون المنتجات التي تحتوي على الكالسيوم، ذكرتها يمكن نهى في بداية الفقرة. الكالسيوم هذا موجود في الألبان، في الحليب، في اللبن الزبادي، في اللبنة، مهم جدا. لكن أيضا الكالسيوم يدخل في بناء العظام، لكن يحتاج إلى فيتامين مهم وهو فيتامين دال. فيتامين دال يساعد على امتصاص الكالسيوم. إذن أخذنا لمنتجات الحليب يجب أن يتزامن مع أن الطفل يتعرض إلى الشمس، يجب أطفالنا أن يلعبون تحت الشمس حتى تنمو عظامهم يعني نموا صحيحا، ليس فقط الطول إنما حتى في قوة وصلابة العظام. هذه قاعدة. إذن التغذية الصحية الكالسيوم، أيضا
البروتينات، البروتين، الأحماض الأمينية تلعب دور كبير جدا في هرمون النمو، وهو العامل الأساسي في عملية الطول. هرمون النمو يتأثر إيجابا ترى في الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين. الدجاج، الأسماك، اللحوم، البيض، المكسرات رائعة جدا. لحظة، نحن لا نتحدث عن الشبسات والبساكيت والإندومي وكل ما يقدم إلى الأطفال، نسميها ماذا؟ مفرحات، مدمرات، اتفقنا أنها مدمرات للصحة ومدمرات للطول. صح، إذا لها علاقة بالطول أيضا. طبعا طبعا، أنت إذا استبدلت الآن اللحوم والدجاج والبيض والأسماك بالمفرحات، كيف ينمو هذا الطفل؟ لن ينمو، لن يصل إلى الطول الطبيعي له، حتى لو أخذ 80% من الآباء والأمهات، لكن بقي 20%. العشرين هذه متحكمة، هذه نستطيع. بس بنسبة كم تتحكم يعني؟ يمكن نسبة ضئيلة في الموضوع. ليست ضئيلة، بالعكس، معظم شوف الدول اللي عندهم نقص في التغذية، مثل في بعض الدول الأفريقية في مجاعات، يعني معدلات الطول ترى منخفضة، مع أنه أفريقيا تتميز في بعض الدول، في بعض الدول مثل فرضا كوريا الجنوبية، ترى كانت دولة فقيرة قبل 40 سنة. صحيح. في الأبحاث العلمية الآن طول الشعب الجنوب، كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية أطول من 40 سنة. واحدة من الأسباب التغيرات التي حدث، النمو الاقتصادي حسن من التغذية لديهم، لذلك يمكن وصلوا إلى الطول تقريبا زيادة في 10 إلى 11 سنة. لا فعلا، الجيل الجديد من الكوريين طوال الحين. إذا التغذية تلعب دور كبير جدا في طول بس الإنسان. بس وقت الطفولة طبعا، مش يجي واحد عمره 24 سنة يقعد يأكل على بالك. طيب خلينا نفصلها شوي. الطول يحدث فقط عندما يعني في عملية النمو، تحدث في العظام إلى سن البلوغ، إلى 18 سنة تقريبا. لكن أيضا من الولادة إلى 18 تأخذ فيها فترات، يعني في مراحل. أكثر المراحل يحدث فيها الطول تقريبا هذا في مرحلة البلوغ، يمكن عند البنات في سن 12 سنة، هذا البيك، هذا أقصى شيء. هذا إذا في 12 سنة البنت سوف تشوف في فرق كبير بين 12 و13 و14. هذه أعلى شيء. عند الأولاد 14 سنة هذه قمة يعني تسارع نمو العظام، يعني يزيد تقريبا عند الأولاد 10.5 سنتيمتر في السنة الواحدة، وعند البنات 9 سنتيمتر في السنة الواحدة. بينما في سن يعني مبكر، عند مرحلة الطفولة المبكرة، تحدث عن في السنة الواحدة من 2 إلى 3 سنتيمتر فقط. إذا وصلوا 18 سوف تقفل صفائح النمو الموجودة في نهاية العظام. صفائح النمو هذه التي تجعل العظم ينمو فيزداد طولا، فبعدين يحدد الطول النهائي. بعد 18 صفائح النمو هذه تقفل، بمعنى لن يزيد. سواء بنت أو ولد تقريبا. نعم، بنت أو ولد إذا قفلت صفائح النمو، يمكن الأولاد أكثر شوي بسنة، دائما من سنة إلى سنتين الأولاد أكثر، لكن إذا أقفل صفائح النمو لن يزداد الإنسان طولا أبدا أبدا، لن يستطيع إلا في عمليات جراحية، وهذه خاصة يعني لفئة معينة من الناس. خلينا نروح لبعض الأسباب أيضا المهمة، وهي لها علاقة بهرمون النمو، وهذا تحدثنا فيه كثيرا. هرمون النمو هو الذي يساعد الأطفال على النمو فزيادة الطول. فالآباء والأمهات اللي يبون أولادهم وبناتهم يصلون إلى أقصى طول ممكن يهتمون في هذا الهرمون. هرمون النمو ترى يشتكي كثيرا. خذ على سبيل المثال، وش اللي يغذي هذا الهرمون يا دكتور؟ الهرمون 75% من الهرمون يتم إفرازه ليلا عبد العزيز. الموضوع له علاقة بالنوم، له علاقة في النوم. إذا تحدثنا عن التغذية في زيادة الطول، يجب أن نتحدث أيضا عن هرمون النمو. 75% من إفراز الغدة النخامية لهرمون هرمون النمو ترى يحدث ليلا. وعند الأطفال الساعات الأولى يمكن 45-48% يحدث في الساعات الأولى ليلا. يعني وجدوا أن الساعات الأولى ليلا عندما يكون الطفل نائم هرمون النمو في قمته تقريبا. أي ساعات دكتور؟
حددوها يا نهى من الساعة 10 إلى الساعة 2 فجرا. هذه الذروة، هذه ذروة إفراز هرمون النمو. أولادنا ترى في مشكلة كبيرة لو نشوفهم صاحين في هذا الوقت أو عندما يسهرون الليل كامل للأسف الشديد. إذن هرمون النمو، أنت تتكلم عن أي سن يا دكتور؟ أنا أتحدث إلى سن 18 كل الفترة هذه الناس اللي أيوة أيوة يبون يتحدث من أول يوم حتى 18 سنة أيوة سنة. لكن ترى حتى هرمون النمو بعد كذا ترى مهم جدا لصحة الإنسان، ولا زال ويستمر هرمون النمو أنه يفرز ليلا. لذلك دائما نحن نسمع أن يجب أن ننام مبكرا، فالنوم مبكرا والنوم ليلا له علاقة بالصحة. نحن نتحدث عن الطول فقط الآن، لكن أيضا صحة الإنسان تتأثر بشكل كبير جدا. تذكرون يوم نحن نتحدث عن أن لا تأكل وجبة قبل الطعام على أساس أنك تأخذ راحتك في النوم وتنام مبكرا، أن آخر وجبة يجب أن تكون ساعتين إلى 3 ساعات من موعد نومك. لو ربطنا هذه المعلومة بالطول شيء عجيب، وجدوا أن أكل الطعام والنوم مباشرة يؤثر على هرمون النمو. وجدوا أن السكريات، معظم السكريات اللي يأكلها الإنسان سوف ترفع من هرمون الإنسولين، هذا هرمون يفرز أيضا على الجسم، هذا يعيق إفراز هرمون النمو. لذلك الأفضل على الأطفال أن تكون وجبتهم بعد المغرب، على الأقل بعد المغرب، وينامون بعد العشاء والساعة 10، فلا يأكلون الوجبة ثم ينامون، غير جيد. وحتى غير الأطفال يعني دائما ننصح أن يجب أن لا نأكل ثم ننام، واحدة من الأشياء المهمة اللي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار. أيضا السكريات غير جيدة، يعني معظم الحلويات والبساكيت والأشياء اللي فيها يعني المفرحات فيها سكر بكميات كبيرة، هذه ترفع الإنسولين، ترفع هرمون الإنسولين بشكل كبير، وبالتالي سوف ينخفض إيش؟ هرمون النمو. وإذا انخفض هرمون النمو أثر على صحة هذا الطفل فتأثر الطول. فالناس يتساءلون لماذا طفلي لا يصل إلى الطول الطبيعي؟ مراضي طول. طيب أولا هل ينام مبكرا؟ لا. هل تغذيته جيدة؟ لا. طيب كيف يصبح يعني بالطول المناسب؟ إذن يجب إعادة الآن نمط الحياة عندنا. النوم يجب أن يكون مبكرا سواء للأطفال أو حتى للكبار، تحدثنا عن هذه النقطة كثيرا. الحاجة الأخرى، يجب أن نأكل المأكولات الطبيعية، ليس للصحة فقط، ها، للطول. الناس اللي يبون الطول، في بعض الدراسات أيضا الصراحة يعني أنا أبغى أزعل الطوال والقصار يا عبد العزيز، ها؟ جبسات؟ هو شبس واحد تذكره زينة ونحول تفتكره ما غيره. في بعض الدراسات تتحدث عن إن الأشخاص اللي يعني الطوال يعيشون أطول من القصار، وقالوا طيب لماذا الطويل يعيش فترة أطول من القصير؟ ضيقت صدري يا دكتور. وسع صدري ضيق صدرك. وهذه طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الدراسات العلمية وجدوا أن الرجل أو المرأة طوال القامة يعني أقل عرضة للإصابة بأمراض مثل أمراض القلب بشكل خاص. هذا للطوال. إيه هذا للطوال، يعني تعرضهم لأمراض القلب أقل، يعني أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأقل. هذه إحدى الدراسات اللي نشرت تقول إن إذا أنت أقصر تقريبا من المتوسط الطبيعي بستة سنتي فقط فأنت معرض للإصابة بخطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%. لكن خلينا نفرح طيب الناس اللي قصار القامة. قصار القامة أيضا يتميزون، يعني هذه دراسة نشرت في مجلة لانسيت الطبية أنكولوجي في 2011 تقول إن قصار القامة خطر الإصابة بأنواع معينة من أمراض السرطانات أقل من طوال القامة. إذن الآن يعني يلا أعطينا يعني شيء إيجابي طوال القامة وقصار القامة. دكتور في سؤال يعني من جد أبغى أسأله، خصوصا نحن قاعدين نتكلم عن الطول وهرمون النمو، هل فعلا الهرمون النمو يزداد نشاطه بعمل الرياضة؟ هذه نقطة جدا مهمة.
دائما نقول النشاط البدني مهم جدا لصحة الإنسان ومهم جدا للهرمونات. وجدوا أن ممارسة الرياضة يزداد هرمون النمو، هرمون النمو بعد يعني مارست النشاط، قاسوا هرمون النمو وجدوا مرتفع جدا. لذلك ممارسة النشاط البدني يرفع من هرمون إيش؟ النمو. صحيح. الناس اللي أقل، اللي الناس أقل نشاطا ويتميزون بخمول بدني عالي هرمون النمو عندهم منخفض. بل الناس اللي عندهم زيادة في الوزن والسمنة وجدوا أن هرمون النمو عندهم أيضا منخفض. في دراسة علمية أجريت على الناس اللي كانت عندهم سمنة البطن، عندما تم خفض الوزن والتخلص من الكرش اللي هي سمنة البطن ارتفع هرمون النمو عندهم. إذا الناس المصابين بالسمنة هرمون النمو منخفض بشكل كبير مقارنة بالناس الأصحاء. طيب السؤال يا دكتور، يعني خلينا نتكلم عن ما بعد العشرين، 25 30 مثلا، شخص عمره مثلا 35 40 سنة وطوله 180 مثلا، هل هناك عوامل خارجية ممكن تؤثر على موضوع أنه ممكن ينزل؟ طبعا كلما تقدمنا في ما له علاقة في عمر 18. لا ما له علاقة، 18 يتوقف الطول. طيب في أعمارنا احنا لو كان نمط حياتنا سيء ممكن واحد يقصر؟ طبعا تقابله ما تعرف. طبعا عبد العزيز، ليس القصر فرضا يكون طويل جدا ثم يكون قصير. لا يعني أكيد بيأثر. هل يقصر؟ نعم، عندما نتقدم في العمر يقصر الإنسان، وهذا طبيعي. قد يكون القصر قصر القامة بسبب ترى عاداتنا القوامية الغير جيدة. يعني أنا على الكمبيوتر 24 ساعة لمدة 20 سنة، أكيد أنا لا أستطيع أن يعني أسند هذه القامة بشكل مستقيم فأقصر. صحيح. الانحناءات اللي تحدث العمود الفقري، انحناءات للرقبة، بعض الأمراض التنكسية التي تحدث أصلا للعمود الفقري. في واحدة من الاختبارات سهلة تحدثنا فيها عبد العزيز، عندما نقيس اللي يسمى الارم سبان أو امتداد الذراعين، أنا لو أقيس من أطول إصبع اللي في الوسط إلى الإصبع الآخر هذا بالسانتي، هذا يفترض أن يكون طولي، يعني الريشو ولا النسبة 1:1. بمعنى أنت لو طولك 180 المسافة هذه يجب أن تكون 180. كيف تجي 180؟ هذه 180 اسمها arm span، معروفة يعني واحدة من الاختبارات الصحية والطبية اللي تحدد هل هناك مشاكل في العمود الفقري ولا لا. كيف؟ بعض الأشخاص إذا كان الارم سبان هذا أو طب هذا يمكن متر يا دكتور. لا مو متر، ليست متر أبدا، هذا نفس طولك لو تقيسه في البيت. يمكن أجرينا هذا الاختبار على أكثر من 400 شخص يا عبد العزيز، اختباراتنا في أبحاثنا 400 شخص دائما، هذا قريب من الطول. سبحان الله. فإذا كان طولك أقصر من امتداد الذراعين هذا معناته أنك أنت قصرت. أيه. وهذا يجب أن يتم كشف على هل هناك مشاكل في العمود الفقري. في بعضهم ترى عندهم هشاشة ولا يعلمون، فالفقرات العمود الفقري تقرب من بعضها، لذلك أنت تقصر وأنت لا تعلم. لذلك نختبر هذا الاختبار ونقارن بالطول، إذا كان في فرق فهناك في مشكلة. فنعم عندما نتقدم بالعمر نحن قد نخسر من هذا الطول. الله يعطيك العافية البروفيسور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، نورتنا كالعادة وفاجأتنا بمعلومات جديدة ورائعة، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. طيب حنروح فاصل قصير ونرجع لاستكمال ما تبقى من حلقتنا، تروح من بعيد فاصل وراجعين. فيكم من جديد مشاهدينا، ولازم في برنامج من السعودية ما يمر إلا لازم نبهركم معانا بابتكارات جديدة، ومن جامعة الملك عبد العزيز خصوصا أنها من الجامعات الحاضنة للابتكارات، وآخر ابتكاراتها كانت تقنية الواقع الافتراضي تحت عنوان البناء في بناء الميتافيرس. حنتعرف عليها أكثر مع ضيفنا عبر سكايب الطالب بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبد العزيز عبد العزيز هاشم، والطالب أحمد خوجة. أهلا وسهلا فيك يا أحمد. أهلا وسهلا فيك عبد العزيز. أهلا وسهلا.
خلينا في البداية معك يا أحمد، ودنا نتعرف أكثر على مفهوم الميتافيرس أو البناء في الميتافيرس. طيب، أول شيء شكرا على الاستضافة هذه الجميلة. طبعا ندخل في الموضوع البناء في الميتافيرس بشكل مختصر. لما احنا نجي نبني في العالم الحقيقي، ايش تتوقع ايش الهدف انه احنا نبني في العالم الحقيقي؟ سكن. مثلا احنا بنبني في العالم الحقيقي، احنا بنضم بناخذ نشاط ونبني للنشاط هذا فراغ معين. صحيح. تمام. مثلا نشاط، خلينا نقول اي انشطه، مثلا انشطه دينيه، مثلا في مثلا مسجد، انشطه اجتماعيه، في مثلا متحف. تمام. فاحنا الميتافيرس قدرنا انه احنا ننقل النشاط هذا من العالم الحقيقي للعالم الافتراضي، فبالتالي المبنى راح ينتقل مع هذا النشاط. فلو كان عندنا مثلا نشاط زي ما تكلمنا، مثلا متحف او نشاط دراسي مثلا، فنقدر انه احنا نبني مدرسه داخل عالم الميتافيرس بنفس الفيزيكال ابييرنس او المظهر الخارجي للمدرسه الحقيقيه في العالم الحقيقي، او ممكن تكون لها اشياء مختلفه او خصائص مختلفه عن المدرسه اللي في العالم الحقيقي، سواء سواء خصائص فيزيائيه او غيرها، او خصائص لها علاقه باللون، او خصائص لها علاقه بالماتيريال او غيرها. جميل. طيب نروح لعبد العزيز، خلينا ندخل مباشره في موضوع المعرض. من وين بدت فكره هذا المعرض؟ ابرز التقنيات المستخدمه في هذا المعرض، الافتراضي. احمد خواجه، هذا عالم افتراضي، واحنا قعدنا ندرس الخصال كلها من ناحيه البناء والى اخره، فبالتالي شفنا انه في فرصه اننا نستثمر ونستغل هذه التقنيه الحديثه اللي هي تقنيه الواقع الافتراضي، بحيث انه ممكن ننقل الانشطه زي ما قال، سواء كانت انشطه او سواء كانت اشياء زي ذا لاين او مشاريع كبيره، بحيث ان ننقلها الى عالم الميتافيرس. نعم. بحيث انه في المستخدمين هناك كثير. بحلول عام 2030 حنشوف اشخاص يتقدموا لهذا العالم والوظائف، ممكن هناك يستغلوا لقمه العيش، يجتمعوا مع الاصدقاء، يستخدموا هذه التقنيه في الميتافيرس لامور عده. فبالتالي احنا لاحظنا انه علامات تجارية وشركات كبيرة مثل أديداس، نايكي، وولمارت وبلنسياغا بدأت تفتح متاجرها داخل هذا العالم. فدرسنا هذه المواضيع وشفنا أنه الشباب المستقبل موجود في بعض المنصات اللي ممكن ما يعرف الشخص أنه هو موجود في منصات ميتافيرس. على سبيل المثال، واحدة من أشهر المنصات اللي هي فورتنايت، هي كانت لعبة لكنها أصبحت ميتافيرس، بحيث أنها ضمت الفكره حقتها اللي هي باختصار، اذا شفنا مثلا تطبيقات مثل تويتر، فيسبوك الى اخره، تطبيقات التواصل الاجتماعي، اذا تخيلنا انه كل هذه التطبيقات صارت متصله في عالم واحد، وصار الشخص يقدر يتصل بدل ما يكون ثنائي الابعاد اصبح ثلاثي الابعاد، فصار ينغمس في هذا العالم الاجتماعي بكل خصاله. لاحظنا اشياء برضو من الناحيه في مجال السياحه والترفيه، انه المغني المشهور مثلا تريفر سكوت استقطب أكثر من 45 مليون حاضر بشخصياتهم داخل عالم فورتنايت، بالشخصيات الخاصة فيهم. فمن هذا المنطلق احنا لاحظنا انه نقدر نشوف شباب المستقبل موجود اصلا في عالم ميتافيرس، وكيف ممكن نطور هذه المساحات اللي تستقطبهم من الناحية التعليمية، من الناحية الثقافية. وهنا جاءت فكرة المعرض، وهي فرصة لخدمة رؤية الوطن 2030 بالوصول الى مجتمع. طيب عبد العزيز، انا جاء شيء في بالي، خصوصا انكم تكلمتوا عن معرض كمعرض. أنا كمعرض كزائر لما أتكلم عن أرض الواقع، أروح أدخل أدور بين كورنرات معينة، أشوف منتجات معينة. هل ممكن هالنشاطات اللي قاعدين نمارسها على أرض الواقع ممكن نمارسها في الميتافيرس؟ ممكن نمارسها في الميتافيرس وبصيغة أفضل من الناحية الانغماسية. فبالتالي ممكن أني أدخل معرض أشوف اللوحات موجودة أمامي وكل حاجة، لكن إذا دخلتها في عالم الميتافيرس أقدر أستخدم تقنيات مثل الواقع الافتراضي، مثل الهولوغرامز، الواقع المعزز. فبالتالي يدخل الشخص إلى المعرض في تجربة تفاعلية منغمسة، تعطي تجربة جديدة، تعطيه الفرصة أنه يتعرف على الثقافة السعودية أكثر وأكثر. الموضوع ما هو مختصر فقط على معرض، ممكن موضوع يكبر إلى إكسبو إلى آخره من الأشياء. جميل. اللي ممكن
تستقطب أعداد أكبر من الناس. جميل. طيب نروح عبد العزيز، يعني عبد العزيز كلمنا عن هذا العالم، عالم الميتافيرس، يعني هل هو عالم محدود في خدمة أو في خدمات معينة فقط تقدم من خلالها مثل اللعب وعرض المنتجات، أو الموضوع أوسع بكثير؟ الموضوع أحمد أوسع بكثير. أحمد عفوا أحمد. طبعا أول شيء أنا حبيت أضيف على النقطة اللي قالها أخوي عبد العزيز، إنه في العالم الحقيقي أنت لما تروحي معرض راح يكون في مسافة بينك وبين العمل الفني، ممنوع إنك أنت تلمسه أو تتفاعل مع هذا العمل، لكن في عالم الميتافيرس قد تقدر إنك أنت تأخذ العمل هذا وتبدأ إنك تتفرج عليه أكثر، تنغمس أكثر، ممكن تقدر تشتريه أو غيره. طبعا بخصوص الموضوع الثاني اللي هو موضوع الميتافيرس، طبعا الميتافيرس هو عالم جدا كبير، أكبر مما إحنا نتصور، وفي شركات كبيرة عالمية زي شركة ميتا اللي هي حقت إنستغرام وفيسبوك استثمرت مليارات الدولارات في هذا الشيء، وهذا يدل على إنه هم عندهم رؤية مستقبلية إنه العالم أو المستقبل للسوشيال ميديا والمستقبل الذكاء الاصطناعي راح يكون في عالم الميتافيرس، وراح يكون هو المستقبل. أحمد خليني أسألك، يعني شوف إحنا للأمانة متحمسين لهالمشروع وهو لسه يعني خلينا نقول ما انتشر ولا انشرى ولا لسه بدأ، هل ممكن أستخدم بعض الأدوات اللي تسهل علي مثلا أكون موجودة في هالمعرض مثل مثلا نظارة الفي آر؟ نعم نعم تستطيع تسوي هذه الأشياء كلها، وأيضا تستطيع أنك تدخل. طبعا في مفهوم أنه عالم الميتافيرس هو مقتصر على الفي آر، لا، الميتافيرس قد يكون ثنائي الأبعاد، وقد يكون يعني بفي آر 3D، أو قد يكون من جهاز الكمبيوتر الخاص، يعني مثلا الألعاب تعتبر ميتافيرس لأنه فيها خارطة كبيرة، ويعني فيها عالم مختلف عن العالم اللي هو في الواقع. فأنت تستطيع أنك تدخل هذا المعرض من خلال جهاز الكمبيوتر حتى لو ما عندك نظارة مثلا. جميل. طيب نشكر ضيوفنا المعماري عبد العزيز هاشم بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا المعماري أحمد خوجة أيضا كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبد العزيز. طيب ما زلنا حوالين جامعة الملك عبد العزيز، هنروح لجدة. زبيدة هوساوي قصة نجاح في عالم زينة السيارات، حاولت أن تبدأ من الصفر في المجال حتى اكتسبت خبرة في زينة السيارة. تعرف على قصة زبيدة في هذا التقرير من جدة مع زميلتنا فدوى الطيار. تعتبر قصص النجاح من القصص التي يحبها عدد كبير من الأشخاص لأنها تساعد على الإلهام والعبرة. قصتنا اليوم قصة جميلة لسيدة مميزة بدأت من الصفر، عبرت وكبر حلمها وأصبح واقع جميل. بداية حب للسيارات هو اللي خلاني كذا أنه أفكر في ذا المجال، بعد كذا بعد القرارات الحلوة اللي جاتنا وكذا الأمور الحلوة فكرت أنه لازم يكون ضروري أنه لازم يكون في مجال ولا في مكان ولا في شيء يخص البنات، وهنا بدت حكايتي وحبي وشغفي للسيارات. بديت ابدع اول شيء في سيارتي، وبعد كذا ليش ما يكون لي شيء يعني يخصني، يكون بدايه رزق لي اشياء يعني حلوه. قاعده افكر امانه يعني اخذ وقت وتعبت واخذ جهد بس انه انجزت فيها. على الرغم من الصعوبات التي واجهت زبيده الا انها تركت لنفسها بصمه وخطوه على الطريق الصحيح لتصبح من افضل سيدات مجالها في عالم السيارات. أول داعم لي بعد الله أمي، الله يطول في عمرها ويخليها لي أمانة، وقفت معايا بالمعنى، وأخوان العيال وأخواتي، إحنا 7 بنات لا 4 بنات و3 عيال فهمتي. وأول شخص أمانة أنه رحت حكيت لأمي قلت لي ماما أنه كذا وكذا أنه بسوي سيارات، صح شوية الفكرة أنه كيف كذا يا بنتي؟ قلت لها أمي ترى من جد يعني تخيلي أنت تخيليها شوفي، والله قعدت معايا كذا وفكرت وضبط الموضوع الحمد لله. أتمنى يكون لي فروع كبيرة
ويصير عالم النساء ولا هو عالم البنات عالم كبير نهتم فيه أكثر وأكثر من يعني من ما أنا مهتمة فيه، عرفتي؟ يعني عالم البنات ونحن كبنات ولا كنساء ولا في بنات محافظات يحتاجوا إنه يكون لهم مكان خاص فيهم ولا فروع خاصة، فأتمنى إنه يكون لي فروع في جميع مناطق المملكة بإذن الله. فدوى الطيار من جدة. حياكم الله من جديد. طبعا بدينا حلقتنا بالحديث عن معرض الكتاب اللي بدأ يوم أمس، تفاصيل أكثر من هناك من أرض الحدث مع زميلنا المراسل إبراهيم العنزي. حياك الله إبراهيم، الصوت والصورة لك، نقول لنا الأحداث عن معرض الكتاب. الله يحييك عبد العزيز، شكرا لك، مساء الخير لك ولجميع من يشاهدنا في هذه اللحظات. مثل ما ذكرت من معرض الرياض الدولي للكتاب، هذا المعرض اللي يقام بشكل دوري كل سنة، هذا المعرض الذي يحتوي اليوم على أكثر من 1800 دار نشر موزعة على 800 جناح في هذا المعرض. أيضا تندرج تحت مظلته الثقافية الكثير من العروض المسرحية الفنية والعروض المسرحية التمثيلية وأيضا الأمسيات الشعرية وفعاليات كثيرة مصاحبة، من أهم أهدافه استقطاب جميع شرائح المجتمع. الجدير بالذكر أنه السنة هذه وهي العادة سنوية للمعرض، كل سنة تكون هناك دولة ضيف على المعرض، السنة هذه سلطنة عمان هي الجناح الضيف في معرض الكتاب الدولي. راح نتكلم أكثر عن مشاركتهم مع ضيفي خلفان محمد العبري المتحدث الرسمي باسم جناح سلطنة عمان. في البداية نرحب فيك ونقول لك يا هلا وسهلا، مسي عليك بالخير. لو تكلمنا عن اليوم مشاركة سلطنة عمان في معرض الكتاب لهذه النسخة. أهلا وسهلا فيكم، طبعا نحن سعداء بهذا اللقاء لتسليط الضوء عن مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب. لا شك أن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من العلاقات الثقافية المميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. حقيقة نحن سعداء بتواجدنا في أكبر تظاهرة ثقافية بالمملكة العربية السعودية. طبعا يعد معرض الرياض الدولي للكتاب من أهم المعارض الكتاب على الخارطة الدولية، كذلك يعني يعتبر ثاني أكبر جمهور من حيث معارض الكتاب في الوطن العربي بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا إن شاء الله يعني حاولنا قدر المستطاع نقل الكثير من مكونات والمجالات الخاصة بالإنتاج الفكري العماني وعدد من العروض الخاصة معرض، فيعني الزائر إن شاء الله لجناح السلطنة راح يتعرف بشكل دقيق على ركن المخطوطات العمانية لأبرز المخطوطات العمانية. هناك ركن خاص لمعرض الفنون التشكيلية، كذلك طبعا هناك ركن خاص للترويج السياحي، بالإضافة لذلك هنا يعني الزائر إن شاء الله راح يتعرف على بعض العادات والتقاليد العمانية من خلال الضيافة في المجلس العماني وتناول القهوة والحلوى العمانية. هناك عروض فنية تقام بشكل يومي خلال الفترة المسائية في موقع المعرض. بإمكان الزائر كذلك زيارة بعض المواقع التاريخية والثقافية الموجودة في سلطنة عمان من خلال تقنية الفي آر والاطلاع على هذه المواقع التاريخية. هناك إن شاء الله راح يكون عرض حي لصناعة الحلوى العمانية، بإمكان الزائر التعرف على مكونات الحلوى العمانية وصناعتها وتذوقها إن شاء الله تعالى. فالزائر إن شاء الله راح يلقى إن شاء الله الكثير من مكونات العمل الثقافي من سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك، شكرا على وقتك، شكرا على ظهورك معنا. إذا حدثنا المتحدث الرسمي خلفان محمد العبري المتحدث الرسمي باسم جناح سلطنة عمان عن مشاركة السلطنة اليوم في معرض الرياض الدولي للكتاب. هذا وقتي من المعرض في هذه اللحظات، أعود لك عبد العزيز لك الصوت والصورة. شكرا جزيلا أكيد زميلنا إبراهيم العنزي، وأكيد شكرا لضيفك الكريم. إحنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، شكرا لمتابعتكم، إن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا، وأشكر مصممة عباتي المصممة مذهلة. شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا لك يا نهى، موعدنا معكم يتجدد إن شاء الله بكرة، كونوا في الموعد في أمان الله.